الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
وإذا سألك عبادي عني
الأبيض من الخيط الأسود
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حين أيحسب أن لم يره أحد. وهديناه النجدين.
أولئك